السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أجل الطاعات وأفضل العبادات التي دعا عليها الشرع ورغب فيها طلب العلم الشرعي، والمقصود بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض أهل العلم: من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال الأوزاعي رحمه الله: الناس عندنا هم أهل العلم، ومن سواهم فليسوا بشيء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. أيها الإخوة الأفاضل، من فضائل هذا العلم أنه يبقى أجره بعد وفاة صاحبه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن كذلك أن أهل العلم هم القائمون بأمر الله، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو تقوم الساعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. ومن كذلك أنه طريق عظيم إلى الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن كذلك أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأخبره، ثم سأله هل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. ومن كذلك أن الله جل وعلا يقذف في قلوب الناس محبة وتقديرا وثناء لأهل العلم، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
ومن كذلك أن طلب العلم خير من المال، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى العقيق أو إلى بطحان واديان بالمدينة فيأتي بناقتين كوماوين، والناقة الكوماء هي عظيمة السنام، من غير إثم ولا قطيعة رحم، أي مال حلال؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كلنا يحب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ووسائل طلب العلم كثيرة، منها حضور الكلمات والمحاضرات والدروس العلمية وقراءة الكتب النافعة والاستماع إلى الأشرطة المفيدة، وعلى رأس هذه العلوم حفظ كتاب الله جل وعلا، فهو رأس هذه العلوم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع العلم ويكثر الجهل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي يستعيذ بالله من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ويجب على المؤمن أن يطلب العلم خالصا لوجه الله جل وعلا، لا من أجل مال أو من أجل منصب أو شيئا من متاع الدنيا، فقد ورد التحذير الشديد من ذلك، كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.